قانون الأحوال الشخصية 188 رقم صدر 1959، شوف التاريخ استصار. لهذا يعني هو يحتاج إلى لمسات تواكب روح العصر أولا، ويحتاج إلى أن يساند قانون آخر هو قانون الحماية من العنف الأسري. هذا مهم جدا، الحماية من العنف الأسري. هم مثلا في أقليم كردستان في قانون الأحوال الشخصية بأقليم كردستان عندهم عقوبة على الطلاق خارج المحكمة. طبعا هذا القانون الأحوال الشخصية يعاقب فقط على الزواج خارج المحكمة، ما عاقب على الطلاق خارج المحكمة. نعم. بينما في أقليم كردستان، وهي خطوة إيجابية طبعا، عندهم عقوبة على الطلاق خارج المحكمة، غرامة مرتفعة. فشي يسوون كل قسم من يريد يطلق يجي الكركوك حتى يتخلص من العقوبة. هذه مهمة، لأن أغلب حالات الطلاق اللي تحصل هي خارج المحكمة ليست في المحكمة. نعم. لأن المحكمة يوجد تأني، يوجد بحث اجتماعي، يوجد نائب مدعي عام تحله، ويوجد القاضي يتأنى كثيرا. الأستاذة ذكرت أيضا، تانية ذكرت مسألة ثقافة المجتمع. نعم. سألتها جاوب شو ثقافة المجتمع. أنا برأيي ثقافة المجتمع، وهي أشارت إلى أنه الزوج والزوجة يطلعون على الأمور القانونية، مهمة جدا. نعم. يجب على الزوجة، ليش القانون يقول يجب أن تكون عاقلة بالغة تمتلك أمر نفسها، حتى تقدر تقرأ تعرف شنو حالات الطلاق، شنو الإلها، شنو العليها، شنو اللي تقدر تطالب به بحقوقها، شنو ثقافة مجتمع أيضا. ثقافة مجتمع احنا اقترحنا انه تدرس هاي القانون الأحوال الشخصية، المهم طبعا في الإعداديات في الكليات كدرس، كدرس يا أستاذ صالح، يدرس حتى الفتاة قبل ما تتزوج تقدم على الزواج تعرف شنو الزواج، شنو حقوقها، شنو الإلها، شنو أثاث الزوجية، شنو طلاق خلعي، شنو طلاق تعسفي، شو وقت تطالب بحقوقها، شو وقت شلون ترفع دعوة. يعني احنا ما أقول لك بتعمق مثل ما احنا درسنا، لا، وإنما بأسلوب بسيط بحيث أنت تتحاشى الكثير.